ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي الحين اشتركي فيها، واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. يلا بقى اعملي لي لايك للفيديو ده وكومنت عسل برايك تحت الفيديو. دلوقتي احنا هنرتب مشترياتي في كرتونه عشان اقفلها. كل ما بجمع مشتريات بحطها في كرتونه واقفلها. طبعا انا ماليه الشقه كراتين، كلها عباره عن كراتين. كل ما بشتري بقعد بحط في كراتين كراتين، بعد كده بقى يوم العزال احط الكراتين الصغيره اللي زي كده في كراتين كبير عشان اوفر المساحه في العربيات والناس ما تتزودش بكميه الكراتين دي. هيقولوا ايه العروسه المكرتنه دي؟ يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الكرتونه الصغيره دي، بدل ما الحاجه كده في اكياس وشكلها مش لطيف. اول حاجه هبدا ان انا احطها، ان انا احط المناديل، احط التلاتة دول كده. بلاش تجيهم كده من هنا، عايزة افصصهم بس من الهوا عشان ما ياخدوش ايه مساحة مني. دي بالفراولة، ريحتها بالفراولة تحفة، ودول كده اللي هم ايه العاديين خالص اللي لونهم ابيض. تمام، بعد كده لا بس انتوا عارفين انا ممكن اعمل، مش هحط دي هنا كده. الكيسة دي بقى بنات فيها ايه؟ فيها كلية، فيها شمعة اللي بتنور، فيها 2 صابونة لوكس، وفيها اللي هي البالون ده اللي هو بيتنفخ وكده يعني. تمام، حطيت بقى العلبة دي بتاعت مكنة ازالة الشعر، انتوا عارفينها طبعا اشتريتها معاكم، اللي هي ازالة الشعر فلوليس دي، اللي هي بتتمسك كده بكف الايد وكده، انتوا عارفينها وريتها لكم قبل كده في فيديو، فما عرفتش اخلي ده بالطول فرتبتها بالطريقه دي كده. تمام، طبعا عندي حمام الكريم بتاعي اللي هو من روسكا اهو، احطه هنا كده المكان ده، والباودر المعطره بتاعت الجسم حطيتها هنا، احط اختها جنبها. اهو كده، فايه بصوا شايفين كده الشكل دي اللي هي المريلة اللي قلت سايباها لمرون، هو قال لي سيبيها لي انا هبقى ادخل المطبخ وعك معاكي كده فتسكي يعني. يا جماعة عادي، احلى حاجة في الكراتين بجد بنات انها بتاخد كمية منتجات فظيعة، بدل ما انت مكركبة الدنيا بالكياس، لا دي بتنقذك من الكركبه، من الحاجات دي. فاي عروسه بتجهز كل ما تجيبي شويه منتجات اعملي زي ما انا بعمل كده، حفاظا يعني على شقتك وحفاظا يعني عليكي من التهذيب. جبت السيرم ده كده من روسكا حطيته هنا، تحفه على فكره بنات، شكله تحفه اساسا. فيوسيدين طبعا مضاد الحيوي كنت جايباه معاك، ولازم يبقى معاكي مضاد حيوي طبعا في جهازك، لسه هجيب تاني. ومعايا ده دواء البرد كنت جايباه برضو معاكو، وده جل المعقم بتاع الايدين. ده بقى بنات استخدامه هقول لكم تاني للي مش عارف، ده جايباه من ماي واي، ده مثلا لو انت في اتوبيس في عربيه مثلا ومعكيش اي صابونه، مش هتقدري تغسلي ايدك بصابونه او تقدري تغسلي ايدك بغسول للايد، فمثلا بعد ما تاكلي تقومي جايبه ده حطاه في ايدك، وبعد كده خلاص كأنك مثلا بتمسحي بمناديل مبللة. فقلت مثلا لو طلعت رحلة او حاجة، خارجين في العربية اكلنا، عشان انا وهو بصراحة بنموت في الاكل، بناكل في اي مكان، في الافراح بناكل كمان، مش في القاعات قصدي، لا واحنا رايحين الافراح كده في العربيات بنجيب شوية حاجات حلوة، حاجات حلوة وبناكلها يعني عادي، عارفين التفاصيل. بعد كده هجيب اللي هو البريدوكاين المخدر الموضعي بتاع السويت او الشمع البارد، او مثلا لو بتعملي شنبك في البيت بالفتلة ده بتحطيه، وبعد كده بتسيبيه ساعة، وبعد كده ايه بتزيلي الشعر. ده شكله اهو. برضو بقول لكم على الحاجات عشان اللي ما تابعش معايا فيديوهات المشتريات يشوف بقى ايه في الترتيب وكده مشترياتي، عشان اللي مش يستفاد، اللي ما استفادش منها يستفاد. ده البلسم بتاع التيريزمي، لازم يبقى طبعا مع حاجات الشعر برضو يعني. هنا سيرم لقيت له مكان اهو الحمد لله. بصوا انا نفسي بس الحاجة اللي معايا دي تاخد الكرتونة كلها، مش عايزة احطها في كراتين تاني. معايا كيناكومب اللي هو بتاع التسلخات، طبعا ده مشهور، اكتر حاجة مشهورة في كل الحاجات دي، مفيش حد في الشعب المصري ما بيستخدمهاش. عندي الفازلين المخمرية المعطرة دي، او الفازلين بتاع ماي واي، جايبة الفايحة اهي.
وبندر اهو، بندر جميلة جدا، والفيحاء من العطور الشرقية. بصوا بقى ترتيبي، بحاول على قد ما اقدر ان انا اسيب مكان لحاجات تانية، فاهمين قصدي؟ عشان الدنيا معايا تبقى لطيفة خالص. اهو ده الشكل، كل شوية بوريكو. برضو بعد كده بقى الكيسة الحلوة دي نحطها في اختها. الكيسة دي بنات فيها شوية توك، فيها شوية بروجات، فيها اهو، وفيها كمان البالون اللي على شكل رجل، فيها المعلقتين بتوع كنتاكي لو تفتكروا ان انا شلتهم معاكم اهي، وفيها كمان الكولاجين اللي احنا صورناه مع بعض امبارح، فيها حلق برضو يعني، وفيها التوكة دي، في كمان زيوج اهو. تمام، فانت معاهم كده الكيسة، الكيسة اللي بتلزق بس هي مش عارفة بتتفك بسرعة ليه كده. تمام، نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده. استنوا، الورقة دي كنت عاملة 3 ورقات لأختي وأمي وخطيبي، بختبرهم مين يعرفني أكتر مين، فبحب الفراخ ولا لا، بحب المخلل ولا لا، فدي ذكريات حلوة فهشيلها في الكرتونة برضو. تمام، عندي بقى ايه، برامول دواء السخونية عشان لو سخنا ولا حاجة بعد شر علينا يعني. صوت هجيبه احتياطي يبقى معايا في البيت برضو. طبعا معايا انتينال اهو، طبعا محدش مش عارفه يعني، قلت برضه اجيبه. استنى اخد دي مكان. بعد كده معايا الحصاله الصغنونه دي بتاعت الفضه، شايله جواها، انا مش فاكره شايله جواها ايه، او شايله جواها الحلق ده و شويه توك اساتك. حلو، انا بحب استغل المساحات دي. هنحطها هنا برضو عادي كده وسط الحاجة، مفيش حاجة ملهاش مكان يا جماعة، هنلاقي مكان لكل حاجة. بعد كده بقى الفوزة الكيوت دي لسه جايباها معاكم امبارح في فيديو المشتريات، لسه مصورينه. يا لهوي، دي محشرها كده عشان الكرتونة ترضى تتقفل. ممكن نعمل ده كده، نعمل ده كده اهو، نحط دي هنا اهو كده اهو. يا بنات تعالوا بقى نحط اللمسة الأخيرة اللي مشوت اللي خطيبي كان جايبها لي لقطة، دول كلهم كانوا ب5 جنيه. اهو هنعمل كده اهو، بعد كده هنعمل كده دي، بعد كده هنعمل ايه دي كده. الكرتونه طبعا متوسخه من بره عادي خالص، لما تتقفل كده بقى هتبقى تحفه جدا يعني، عمرها ما تتفتح يعني. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اهم حاجه لايك للفيديو واشتراك للقناه، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. باي باي حلوين، واستنوني بقى في ترتيبات كتيره جدا ومشتريات وفيديوز جايه جميله الفتره الجايه.